أهلا بكم. بحث وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي مع السفير محمد الزهراني رئيس مجلس إدارة مجموعة قابضة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية والمتخصصة في عدد من المجالات الاقتصادية من خلال الاستثمار المباشر. بحث بروتوكول التعاون المشترك بين المجموعة والوزارة في مجال توفير فرص عمل للشباب من خلال إتاحة الآليات الخاصة بتنفيذ المشروعات الصغيرة الخاصة بالشباب. كما شهد الاجتماع الاتفاق على بدء إعداد دراسات تمويلية لعدد من المبادرات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من المشروع القومي دركتك دخلك، والعمل على التوسع في المبادرة لتصبح أحد مجالات العمال المعنية بآلات التسوق وبيع المنتجات. أعلنت وزيرة التنمية المحلية منال عوض عن بدء العمل ببرنامج التنمية المحلية المطورة اعتبارا من العام المالي الحالي بإجمالي استثمارات تبلغ 31.8 مليار جنيه موزعة على 6 برامج رئيسية. وأوضحت الوزيرة أن هذه البرامج تشمل برنامج التنمية الاقتصادية المحلية والتنمية الحضرية والريفية والنقل والطرق والمواصلات وتحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني. وقع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله بمقر البنك على مذكرة تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية للبدء في تنفيذ برنامج فاينانس ان كومن الذي يستهدف دعم التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين المصريين، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.931 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.84% ليسجل 28,340 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.51% ليسجل 6,426 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 1.64% ليسجل 9,270 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات غادة هبوط خام برنت إلى أدنى مستوى في شهر، حيث ساعد هبوط المخزونات الأمريكية في تبديد أثر مؤشرات على تباطؤ الطلب من الصين. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.35% لتسجل 81.65 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 97% لتسجل 84.54 دولار للبرميل، بينما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 47% لتسجل 2.48 دولار للتر، وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.42% لتسجل 2.13 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. زاد الإنتاج في المصانع الأمريكية أكثر من المتوقع في يونيو الماضي، ما ساهم في انتعاش قوي في الناتج في الربع الثاني، لكن ارتفاع كلفة الاقتراض ما زال يقيد الصناعات التحويلية. وأضاف البنك المركزي الأمريكي أن إنتاج المصانع ارتفع بنسبة 4% الشهر الماضي، وكان اقتصاديون استطلاعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع إنتاج المصانع بنسبة 2% بعد قفزة بلغت 9% في مايو الماضي.